الفرق بين الجهاد والقتال. الجهاد هو من الأحكام الشرعية المعروفة اللي عندها ضوابطها وعندها شروطها، والجهاد يكون أحيانا فرض عين على العبد المسلم، وأحيانا يكون فرض كفاية، ويبقى الجهاد فرض عين إذا استنفر الحاكم أناسا معينين. لو الحاكم طلع ناس فلان وفلان وفلان يطلعوا للجهاد في سبيل الله، يبقى عليهم فرض عين. أو إذا دخل العدو وداهم بلاد المسلمين يبقى الجهاد بعد ذاك فرض عين. أما غير ذلك يبقى الجهاد فرض كفاية وهو ذروة سنام الإسلام. أما القتال غير الجهاد، القتال مفهوم واسع، ممكن أنت تقاتل إنسان، والمقاتلة دائما فيها مدافعة من طرفين، ممكن تقاتل إنسان دون عرضك أو دون مالك أو دون نفسك أو دون عقيدتك، فمسألة القتال تختلف. لذلك قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن أراد أحد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. قال: إن أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فالمقاتلة ممكن تكون دون العرض، انت سايق معاك زوجتك وماشي، في ذول يتعرض لعرضك انت حتخليه؟ انت ما حتخليه، حتدافع عن نفسك وحتدافع عن عرضك، فتدفع بالأدنى ثم الأعلى ثم الأعلى. بتدفع في بيتك عن عرضك وعن مالك بالأدنى، حرامي تلب يشيل لك طوبة عكاز بيسكوا بتخارجوا، انت بتدفع عن نفسك. زول طلع لك سلاح دار يضربك، طلع سكين طلع غيره سلاح حاد قاتل دار يضربك، انت لك الحق الشرعي انك تدافع عن نفسك وترد للانسان ده بقدر ما يدفعه. فاذا القتال يا اخواننا مفهومه اوسع من الجهاد، والجهاد هو جزء من القتال، وذاك هو الشرعي واللي عنده احكامه.